هاليوم العراقيين متفائلين بحملة رئيس الحكومة اللي هي عبارة عن اعتقالات شملت روس كبار، والناس ساعة بعد ساعة تريد تسمع نتائج التحقيقات اللي راح تصير وياهم. هل فعلا الحكومة راح تخلي كم واحد بالسجن لو درب المجاملة أو الاعتذار؟ بس أكو سؤال يطرح حاليا، العراقيين عندهم استعداد نفسي أن يغيرون من حالهم ووضعهم لو راح يلزمون سرى وينتخبون الفاسدين من قالها هاني عاشور السياسي المستقل بحلقة سابقة؟ طيب علة العراقيين بالدستور، لو بالحاكم، لو بالبرلمان، لو بالأحزاب السياسية اللي ما تريد لهذا البلد أن يستقر من 2003 لهذا اليوم. حياكم الله. خطوات جريئة وعملية ومدروسة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبالأخص بعد بيان المرجعية الدينية الأخير من قالت يا حكومة اشتغلوا ورجعوا هيبة الدولة. الاعتقالات شملت أسماء شلبت بالمناصب لسنوات طويلة، ليش ما حد يعرف، بس المعلومات تقول الشخصيات اللي اعتقلوها راح تكشف عن أسماء خطيرة متورطة وياهم، والله أعلم من اللي جاي سرى بالأيام الجاية. اليوم حلقتنا راح نحكي بيها عن تحركات الحكومة، والسؤال الأبرز الحكومات اللي قبل الكاظمي شنو اللي وقفها وما سويت هاي الخطوات اللي دنشوفها يوم بعد يوم. معقولة بوقتها صوت الشعب اللي موقف ويا الحكومة لو صوت الطبقة السياسية والأحزاب اللي كانت حجر عثرة قدام أي رئيس وزراء يجي يدير البلد؟ بحلقة اليوم ضيفنا مختلف، لأول مرة يظهر بلقاء متلفز، احنا نسأل هو يجاوب. معلومات البسيطة اللي عندي على الضيف، ومقرب من المرجعية الدينية جدا وعلى دراية أيضا بكل الحكومات اللي ما سمعت كلام المرجعية الدينية، وليش معارض ضيف الحلقة على التصدر الشبابي الحالي بالبرلمان. خلوكم ويانا اللي جات حساب سياسية ل 17 سنة من المحن والفوضى وأزمة وراء أزمة من 2003 لهذا اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية. محاور عديدة سادة الكرام نتحدث بها بحلقة اليوم مع ضيف كريم وزميل عزيز حقيقة، الدكتور مظفر قاسم معنا من لندن، أستاذ العلوم السياسية من هناك. حياك الله دكتور مظفر، ونورتنا في أول ظهور لك متلفز كلقاء وكمقابلة من 2003 لهذا اليوم. حياك الله دكتور مظفر إذا تسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخي العزيز أستاذ أحمد الطيب، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله نكون في حوار مفيد للشعب العراقي، وشكرا جزيلا. بإذن الله دكتور نورتنا. مظفر قاسم مثير للجدل بآرائه حقيقة وبأفكاره وبطروحاته من 2003 لليوم، أنت جنابك أول مقال لك من 98. خلينا نتجاوز هذا دكتور مظفر، وأريد أسألك عن عدة معلومات. المعلومات اللي عندي من النجف تقول كالتالي، تقول دكتور مظفر هو مقرب جدا من المرجعية الدينية، تحديدا من سماحة السيد علي السيستاني. والمعلومة الأخرى تقول أكثر من 3 إلى 4 مرات زرت جنابك المرجعية الدينية. كيف رأت المرجعية الدينية حال العراق؟ وكيف رأيت المرجعية في ظل الأحزاب السياسية التي تتحدث عن أولياء البيت وسيرتهم العطر، لكن بالواقع هم لا يطبقون دكتور مظفر؟ تفضل. طيب، أولا بديت شوية تقريرك وأنا أسئلتك هذا الموضوع مقرب. لا، الموضوع ليس موضوع مقرب. إذا كل من التقى المرجعية الدينية فهو مقرب، معناها جنين بلاسخارت أيضا مقربة. طيب، لكن أنا أعرف تفكير المرجعية الدينية، أعرف الطريقة التي تفكر فيها المرجعية الدينية، أحترم المرجعية الدينية، والمرجعية الدينية أيضا هناك احترام متبادل. يعني بالتأكيد أنا التقيت بسماحة السيد، طبعا كل اللقاءات مع المرجعية الدينية كانت لقاءات شخصية، يعني
التقيت مع سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى عام 2006، التقيته لمرتين، التقيته أيضا في عام 2010. عندي لقاءات أيضا قبل سنة، أنا كنت في لقاء أيضا مع المرجعية الدينية، تباحثنا في أمور عن المشهد السياسي. فبالتالي ليس الموضوع تقربا، وإنما أنا أفهم فكر وطبيعة المرجعية كيف تفكر بأي اتجاه، يعني الخلفية الدينية اللي عندي. أنا أبحث كثيرا في كتب الدين منذ أن كنت بعمر 14 عام، أبحث أعرف كيف يفكر فيها رجل الدين وعالم الدين تحديدا. نعم. طيب دكتور مظفر، من 2003 إلى حد هذا اليوم، خلينا شوية يعني نتمنى تكون هاي ساعة وعي وساعة كشف بعض الأمور للرأي العام في ظل وجود حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، ونقارنها مع الحكومات التي سبقت هذه الحكومة. دائما المرجعية من 2003 لليوم في أيام المالكي والعبادي وعادل عبد المهدي طالبت لأكثر من مرة أن يكون تغيير ملموس، وأن يكون هناك طبقة سياسية حاكمة عادلة تدير البلد بحنكة وبعراقية وطنية بعيدة عن أي تدخلات. كيف ترى هؤلاء عدم تطبيق توجيهات المرجعية والإرشادات لحد هذه اللحظة، عدا الكاظمي بأيام الأخيرة طبعا دكتور مظفر؟ بالدينية. نعم. لا يقلدون المرجعية الدينية أبدا. ومنذ 2003 أيضا هناك ملاحظة أخرى أيضا، منذ 2003 نعم طيب دكتور مظفر، انت حاليا وياي بس على المدى اسمعك بسبب تدري اللقاء عبر الانترنت حقيقه. هل تسمعني؟ انا اسمعك واضح لكن صورتك واقفه بسبب النت حقيقه، يعني من المصدر. انت تسمعني حاليا؟ طيب. ولا توجد نعم، ولا يوجد وزير يتبع المرجعيه الدينيه. هؤلاء يتقصدون المرجعيه، يتقصدون في عدم الاستماع واستماع الارشاد. طيب فقط يعني خلينا نرجع ل 2006. السيد نوري المالكي زار السيد السيستاني في 2/9/2006 2006 يعني اللي عمره 14 سنة الآن، اللي عمره 30 سنة الآن كان بعمر 16 سنة. السيد علي السيستاني كان واضحا مع السيد نوري المالكي منذ 2006، ركز في ذلك، والبيان موجود على موقع المرجعية. ركز، أنا ما أريد أتكلم عن بيانات المرجعية 2020-19-18، لا أرجع المشاهد إلى 2006. 2006 تحدث معه في مجالي الأمن والخدمات، قال له ضرورة بناء القوى، نعم، العناصر الصالحة والكفوءة. جنب ماذا؟ تخيل، في جنب هذا قال له وضع خطة مدروسة لجمع الأسلحة غير المرخص فيها. هذا الكلام 2006. نعم. عندها رؤية أحوال في حال وجود هكذا سلاح. طيب دكتور، أنا مدى أسمعك حقيقة بشكل واضح بسبب يعني سبحان الله الانترنت. زميلنا المخرج ناخذ فاصل؟ ناخذ فاصل واي بالضبط نعيد التقرير احسن، ومن ثم نعود للدكتور مظفر، خليكم يعني. خطوات جريئه وعمليه ومدروسه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبالاخص بعد بيان المرجعيه الدينيه الاخير من قالت يا حكومه اشتغلوا ورجعوا هيبه الدوله. الاعتقالات شملت أسماء شلبت بالمناصب لسنوات طويلة، ليش ما حد يعرف، بس المعلومات تقول الشخصيات اللي اعتقلوها راح تكشف عن أسماء خطيرة متورطة وياهم، والله أعلم من اللي جاي سرة بالأيام الجاية.
اليوم حلقتنا راح نحكي بيها عن تحركات الحكومة، والسؤال الأبرز الحكومات اللي قبل الكاظمي شنو اللي وقفها وما سويت هاي الخطوات اللي دا نشوفها يوم بعد يوم. معقولة بوقتها صوت الشعب اللي موقف ويا الحكومة لو صوت الطبقة السياسية والأحزاب اللي كانت حجر عثرة قدام أي رئيس وزراء يجي يدير البلد؟ بحلقة اليوم ضيفنا مختلف، لأول مرة يظهر بلقاء متلفز، احنا نسأل هو يجاوب. معلومات البسيطة اللي عندي على الضيف، هو مقرب من المرجعية الدينية جدا وعلى دراية أيضا بكل الحكومات اللي ما سمعت كلام المرجعية الدينية، وليش معارض ضيف الحلقة على التصدر الشبابي الحالي بالبرلمان. خلوكم ويانا اللي جاتت حساب سياسية ل 17 سنة من المحن والفوضى وأزمة وراء أزمة من 2003 لهذا اليوم. بعدك بحيلك ما طحيت إن شاء الله، وبجري يصير أحلى الوكيد إن شاء الله. هاي الهموم اللي أنت تجربة ومنها تعلمي، بجر بخيرك الشعار يرتاح ويعوف التعب. يجبير ما تصغر ابد، يجبير ما تصغر ابد، تبقى انت عراق تجيبير. باكر سوالف تصيب ان شاء الله، واحنا نضل اهل خير ان شاء الله. نو يا عبوسي اي وين صرت يا ابويا؟ قول استاذي. تاخذ هاي القائمه وتسوق لنا عليها، اهم شيء قبل ما تطلع تلتزم باجراءات الوقايه والسلامه. يا وقايه مو فتحه والحظر جزئي. لك بابا شعلي الحظر هذا وباء، فتلتزم باجراءات السلامه وتلبس هاي الكفوف. انا راح اروح اتسوق لو اصد جولتشي. تلبس هاي الكمامه همين؟ ادري البسها، قابل اهل المحله تطلبني. كورونا تطلبك البسها ملعون. طين استاذي اودعناكم استاذي. اخوان الله يخليكم، ترى لبس الكفوف والكمامه ما بيها كل عيب، وعدم مصافحتك للناس هذا ما يعني انت تكرههم، انت تحبهم. ما قلتوا لي ليش؟ لان تخاف عليهم وعلى صحتهم كل هالايام وتنزاح هاي الغمه. رغم كل الظروف اللي ديمر بيها العالم، اكو حلول وبدائل لكل شيء. تقدر تحمي نفسك وكل اللي حواليك، وذلك بالتباعد الاجتماعي وعدم التعامل النقدي المباشر في مراكز التسوق التجاري. استخدم ماستر كارد مصرف الخليج التجاري واضمن سلامتك وسلامة الآخرين. حمل تطبيق قناة الرشيد الآن وتابع جميع برامجك ومسلسلاتك المفضلة، واستمع لآخر الأخبار المحلية العربية والدولية، إضافة إلى البث المباشر للقناة والعديد من الخصائص المميزة. عصر المشاهدة الجديدة مع تطبيق قناة الرشيد، حمله الآن على جهازك الخاص. كن مع الحدث أولاً بأول. هو العراق سليل المجد والحسن، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه، فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي،
شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نعتذر عن هذا الخلل الحقيقة اللي خارج عن إرادتنا. دكتور مظفر تسمعني الآن؟ أسمعك واضحا. حياك الله دكتور. قبل قليل ذكرنا إحنا أنه الحكومة الحكومات أغلبها ما استمعت للإرشادات المرجعية، لأنه تعرف المرجعية هي صوت الناس وصوت التظاهرات وصوت الشارع دكتور. استوقفنا عند هذا، عند موقف المالكي مع المرجعية. تفضل. وأتمنى إن شاء الله انقطعنا ما يكون بسبب التشويشات يعني وكذا، تعرف نعم. على أي حال. أي نعم. تفضل. طيب تفضل. احنا بعدنا في نفس السؤال. خليني اكمل على موضوع 2006، لان هذا اهم واحد من اهم البيانات قبل 14 سنه. وايضا قال له، كان السيد نور المالكي موجودا والسيد السيستاني يتحدث اليه، والسيد السيستاني يتحدث العربيه، انا تحدثت معه مباشره. طيب. كنت جالس يعني وجه لوجه يعني تحدثت معه، يتحدث اللغه العربيه بصوره واضحه جدا. وقال له كيف يجب أن ينبغي أن ينتهج منه في المسؤولية؟ قال له إن المواطنين يتوقعون، شوف تخيل، إن المواطنين يتوقعون وهم على حق من في ذلك. شوف، وهم على حق يتوقعون ماذا؟ أن يروا أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الحكومة يشاطرونهم في معاناتهم ويشاركونهم في مصاعب الحياة، ويتشبهون في ذلك بالإمام علي عليه السلام الذي كان يقول، ماذا كان يقول علي بن أبي طالب؟ يقول: أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. جشوبة العيش يعني خشونة العيش. طيب. يجوا قال له: هذا قصر الإمارة. قال لهم: شو سبب قصر الإمارة؟ شوف البيوت، دار مدار قصر الإمارة، أنا أريد أقعد بهاي البيوت. هل هؤلاء عاشوا مثل ما عاش علي بن أبي طالب؟ بس أمرد مثل علي بن أبي طالب، هل عاشوا؟ شوف كيف عاشوهم. هؤلاء تقصدوا في معصية المرجعية وتهميشها كي تلجأ الناس إليهم، ويقولون إلى الناس أي كلام مطبق على أرض الواقع، كلام المرجعية أو كلامنا نحن السياسيين. هذه هي الحقيقة. نعم. ولو أرادوا أن يستمعوا إليها ويطبقوا لطبقوا هذا البيان في عام 2006. تفضل. طيب دكتور، بعد 2006 يعني التمرد الواضح من الطبقة السياسية كان بشكل عميق جدا دكتور مظفر. سر ابتعاد الطبقة السياسية، يعني اللي صرف لها من الإرشادات تاخذها لحدها اليوم بدنا نشوف حكومة مصطفى الكاظمي ما بعد البيان الأخير في اللقاء الأخير. تعتقد بيان المرجعية الأخير هو اصطفاف واضح مع توجهات الحكومة، ولا إحراج للكاظمي دكتور مظفر؟ بيان المرجعية الأخير، نعم، أضرب بيد من حديد، رجع هيبة الدولة، نعم، انتخابات مبكرة. كل بيانات المرجعية إلى رؤساء مجالس الوزراء هي ليست لا تجير بخانة الدعم لهذا رئيس الوزراء، لأن هذا له حساب خطير عند المرجعية، لأن هذا إذا أساء أو أخطأ راح يقولون وهذا المرجعية دعمته، فأكو وسائل إعلام المرجعية تدعم فلان. لا، نعم. مو موضوع دعم، لكن المرجعية تقوم بدورها وواجبها. طيب. وتلقي الحجة عند الآخرين، فهذه الحجة ألقت الحجة في بيان، عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا من واجبها، لأن السياسة أصبحت تمس بالمجتمع، وإلا لو عندك دولة حقيقية وبيها مؤسسات والحكم موجود بصورة عادلة، السنة عندهم حقوقهم، الشيعة، الكرد، التركمان، الصابئة، المسيحيين، كل مكونات الشعب العراقي، وعندنا دولة حقيقية، المرجعية ما تتدخل بهذا الموضوع. لا، خلص تتجه إلى الأمور الدينية. جاي. وانتهى الموضوع. لكن العصب الحقيقي، عصب المجتمع، ضربته السياسة، فما ممكن أن تسكت المرجعية، بكل تأكيد تعطي النصح والإرشاد. طيب دكتور مظفر، جنابك يعني تتذكر الحادثة اللي صارت عندما طلع النائب السابق مشعان الجبوري وتحدث بكل وضوح، نعم احنا ناخذ فلوس، في لقاء متلفة سابق، وتحدث ايضا رئيس البرلمان عن علاقته مع احد الشخصيات اللي ذكرها، والان تغير المشهد بالكامل، وايضا الادعاء العام في وقتها لم يتحرك.
من وجهة نظرك دكتور مظفر، وين زاوية التقصير في ظل وجود اعترافات وتصريحات واضحة إعلامية، واليوم المشهد نشوفه بالمقلوب؟ أنا فقدت الصوت تقريبا. تسمعني الآن؟ هل تسمعني بصورة واضحة؟ أنا أسمع. أكو عندكم تشويش إذا عندكم تشويش وظهوري يسبب حرج من شاشتكم، أنا ما عندي مشكلة ترى، يعني ننهي الحلقة ونعتبرها حلقة استثنائية يعني. دكتور أنا حتى تنوم. بالعكس احنا يمنا الامور طيبه، بس تعرف ربما اكو تشويش من يمك من غير جهه. نعم. تعرف انت حلقه استثنائيه نريد نحكي بيها عن 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 الظرف الحالي من وجهه نظر حضرتك حقيقه. طيب. وبالتالي اريد نوصل رساله تحليل منطقيه ووجهه نظر للراي العام بشكل محايد جدا. دكتور تفضل. عمليه الاعترافات اللي صارت، استمعت للسؤال، ممكن تعيده بصورة مختصرة لو سمحت؟ الاعتراف اللي ذكره مشعان الجبوري أحد الرئاسات. واضح. هذه من المقاطع الصادمة التي لم يلتفت لها الشعب. عندنا مقاطع صادمة كثيرة، عندنا مثلا ضياء الخيون عندما تحدث عن النثرية، تخيل نثريات لوزارات ممكن أن تغير فيها أحوال بلد، 60 مليون دينار بالأسبوع وبعدين 60 مليون دولار بالاسبوع. وعندك في زمن هوشار زيباري ايضا وزير خارجي 10 سنوات 450 مليون بالشهر نثريه وزاره هاي واحده. ومن ضمنها اللي ذكرها ايضا مشعان الجبور يقول كلنا حراميه، كنا نبوق ابو عقال وابو عمامه وابو رباط كذا كذا. هذه مقاطع صادمه، ومقاطع اخرى ايضا من شخصيه اخرى يتهم صاحب فضائيه ايضا يقول انه قعدني بيته وقال انه هذا مو بلدنا، احنا شما بيها نطب بيها نخربها، مو دولتنا. هذه مقاطع صادمة ما ممكن أن تمر مرور الكرام، يجب أن يكون هناك تحقيق فيها، هذا صحيح مو صحيح الكلام، هل في لحظة غضب، في لحظة ماذا، أين دور المدعي العام، لماذا لم يضغط الشعب بهذا الاتجاه. هذه مقاطع صادمة ما ممكن أن تمر، هذا وطن، هذا مصير وطن مو مصير شخص وشخصين يعني. فلازم احنا يعني الشعب تقصير يتحرك عندما يكون مضفر. شخص يعني ما شفنا ثورة، عذرا على المقاطعة، الثورة الآن بدأت في حكومة عادل عبد المهدي، لكن في ظل وجود هالاعترافات الإعلامية المتلفزة بالتصريحات بالسوشيال ميديا، الشعب كان لم يعني حقيقة لم ينتفض. دكتور مظفر، هاي المقارنة في ظل وجود الصرفيات والاعترافات مقارنة بأحداث اليوم دكتور مظفر؟ اي نعم، وهذا موضوع احنا اكتفينا، الغالبيه المطلقه اكتفت بالسخريه على الاحداث، وهذه مشكله. انت ما يجوز بس تكتفي بالسخريه وتضحك، والله شوف احنا شلون دوله عايشين. لا، يجب ان يطلب تحركا حقيقيا، ما ممكن ان تترك الامور هكذا. هذه ناحيه. الناحيه الاخرى والمهمه ايضا انه الشعب العراقي مثل ما قلت في مقدمتك، في مقدمه حضرتك قلت في التقرير، قلت انه الشعب يجب ان يحاكم لأنه هو اللي راح ينتخبهم، مو صحيح هكذا ورد في المقدمة؟ نعم نعم، للسياسي هاني عاشور سألته قلت له من يستحق المحاكمة؟ قال الشعب، لأنه يلزم سرة وينتخب الفاسدين. أي يعني ربما هو استعجل في هذا الحكم، أنا أعرف الأخ هاني عاشور يعني هو رزين في تصريحاته، ربما استعجل. لماذا؟ إذا يحاكم الشعب العراقي على اختياره الطبقة الفاسدة فهذا اعتراف كامل بأن الانتخابات لم تكن مزورة، كانت سليمة، وهذا قرار الشعب فلازم يتحاكم الشعب. فلو نعترف احنا الشعب ما اختار هذول الانتخابات مزورة، مزورة تزوير والشعب بريء، او نقول لا الشعب نحاكمه لان هو انتخبهم معناها الانتخابات سليمة، اكو تضارب، فاهم شلون؟ ونفس الاخ هاني عاشور طلع في اكثر من لقاء قال الانتخابات مزورة. طيب اذا انتخابات مزورة ليش احنا نحاكم الشعب؟ لكن النسبة الكبرى من الشعب 80% اللي ما راحت شاركت هي هاي النسبة الحقيقية اللي نتمنى أن تصنع تغيير، لأنه 22 أو 20% اللي شاركت فيها ماذا؟ هم أتباع الأحزاب الموجودة حاليا، وضمنهم أكو أحزاب أيضا اندثرت أو أكلت حقوقها، يعني مع التحالفات، يعني مثلا مع تحالف سائرون هناك كان حركة نعم الحركة الجمهورية
نعم أعتقد. طيب بس بالإطار العام أنتجت الانتخابات بالضبط، يعني أنت عذرا على المقاطعة، نعم. أنتجت الانتخابات دورة برلمانية شابة دائما، نعم. أيضا في وجهات نظرك وفي لقاءاتك عبر السوشيال ميديا تتحدث عن أن هذه الطبقة الشبابية وهذه الدورة البرلمانية فشلت، شنو الدليل يا دكتور؟ هي مو فقط هذه الدورة البرلمانية، الموضوع مو موضوع بالعمر، يعني أبو بكر البغدادي هم شاب، شنو المشكلة؟ يعني موضوع مو بالعمر، الموضوع بالفكر بالعقل، بالفكر والعقل. طيب. سيد المسيح أنا رضيعا وتحدث. طيب. شنو المشكلة؟ المشكلة مو بالعمر، هذا العقل، هل القلب يحمل الوطنية؟ هل يوجد عقل حقيقي نير فعلا يحمل فكرا لبناء دولة حقيقية بسياسة معتدلة وحكيمة ورشيدة؟ هذا هو المهم. وإلا موضوع العمر لا، مو هذا الموضوع الحقيقي. كل البرلمانات فشلت بدليل هذا واقع العراق. ليش؟ وإحنا نظامه برلماني؟ إذا كان نظامنا برلمانيا إذن هو من يتحمل هذا الفشل؟ دي. البرلمان بالدرجة الأولى، نظامنا برلماني، رئيس الوزراء ينتخب البرلمان، نعم. رئيس الجمهورية ينتخب البرلمان، الوزراء يختارهم البرلمان، كل شيء إحنا عندنا بالبرلمان. من الألف إلى الياء نظامنا برلماني أصلاً يعني. فإذا هو البرلمان يتحمل كل الفشل منذ 2006 لغاية هذه اللحظة. هو البرلمان المسؤول الأول. طيب والحل؟ والحل حتى يستقر الشعب مثل ما تقول، حتى يرسي على بر مثل ما تقول، هل بحل البرلمان؟ هل أنت من دعاة حل البرلمان دكتور وإعادة كتابة الدستور، ولا مع وجود نظام برلماني حقيقي وطني يعني ما يتشكل على أساس الولاءات الحزبية؟ الحل هذا هناك تسكب العبرات، نعم. هذا الحل لشعب العراق، احنا امام خيارات عده. اولا مساله تعديل هذا الدستور، هذا الدستور خبيث، يجب ان لا نفكر في تعديله، يجب ان نفكر في دستور اخر جديد، نعم. لان هناك فقرات في هذا الدستور تنفع طائفه معينه ولا تنفع باقي الطوائف، وهذا الدستور صمم لبعض الشخصيات السياسيه وليس للعراقيين. فالأفضل من رأيي أنه نذهب بكتابة دستور جديد وطني حقيقي يعني. أما الحل إحنا أمامنا انتخابات مبكرة، لازم نمهد لهذه الانتخابات المبكرة. أولا عندنا سلاح منفلت، يجب أن نتعامل مع هذه المسألة. الشعب العراقي، مشكلة الشعب العراقي أنه يخشى الصدمة الانتقالية، ترانزيشن شوك. هذه ترانزيشن شوك جدا مهمة، الصدمة الانتقالية. الولايات المتحدة الأمريكية عملت على هذا في سياستها الخارجية، عملت على نظرية الترانزيشن شوك، سوى الصدمة الانتقالية للشعب العراقي. الشهر الأول، الفيز الأول، الطور الأول من هذا الصدمة هو شهر العسل، هنيمون. العراقيين شافوا ماكو صدام حسين، ماكو حزب البعث، قال لك طيب خلصت نهاية الحقبة. هذا الفيز الأول. بعدين التفاوض، نيغوسيشن فيز، تفاوضوا مع نفسهم، قالوا إلى متى نبقى هيش. بعدين التعديلات، ادجستمنت فيز، سووا تعديلات. بعدين ادابتيشن فيز اللي هو التكيف، فتكيف الشعب العراقي. بعد ما يقدر يرجع إلى صدمة أخرى يقول لك أنا أخاف أغير، أخاف أرجع للسابق، الصدمة المعاكسة يسموها. فقام يخشى الشعب العراقي من أن يثور. البيت اللي بيه موظف أو اثنين أو ثلاثة الآن يقول لك أنا ما أحتاج، ما عندي مشكلة يعني، أنا ليش دا أطلع، أنا حالي أفضل من قبل وخلاص. وهاي هي فالصدمة الانتقالية هنا والصدمة المعاكسة هي أحد أسباب اللي ما تخلي الشعب العراقي أن يظهر بصورة كاملة ويغير هذا الواقع المرير. طيب نحن خلينا نقولها بهدوء. إيه دكتور، نحن أمام ثلة من الفاسدين والسراق والمجرمين. ونحن أمام ثلة لا تستحي، فصنعت ما شاءت وأمنت العقاب. فمتى يقول الشعب العراقي قولته النهائية بحق هكذا ثلة دمرت أجيالا من الشعب؟ طيب قال قولته دكتور مظفر، راح تقول لي شلون؟ قدمنا أكثر من 700 شهيد، الناس يعني بدأت موجة التظاهرات، صار أكثر من سنة تقريبا، قدموا دماء، اعتقالات إلى حد هذه اللحظة، اغتيالات، أسلوب مستفز لساحات التظاهرات ولثوار تشرين،
يعني قدموا دماء، يعني ألا يكفي هذا النموذج دكتور مظفر للشعب؟ تسألني عن تظاهرات طلعت خلاص أنا ظهرت مثلا وغيرت، وحاولنا أنه نغير من عادل عبد المهدي، تعتقد تغيير عادل عبد المهدي كان بثورة بإرادة شعبية أم بإرادة سياسية للحصول أو للبقاء بولاية الأحزاب الحاكمة حاليا؟ إحنا جبناه إحنا طلعناه خلاص الخاطر الشعب طبعا ولا الخاطر البيوتات السياسية دكتور مظفر؟ بصراحة نعم، ما زال العراق يعيش زمن زعاطيط السياسة، بل والآن يعيش زمن زعاطيط السياسة، لدول زعاطيط السياسة هم صار عندهم زعاطيط وياهم. وبالتالي عندما يعيش البلد زمن زعاطيط السياسة نحن بحاجة إلى انتفاضة مليونية. الذي انتفض من شبابنا وشاباتنا من بناتنا وإخواننا كانوا ينتظرون هذه الملايين، ولكن الملايين خذلتهم مع الأسف، مع الأسف خذلتهم. لو كانت هناك صحوة مليونية حقيقية، وبالمناسبة بالمناسبة المرجعية ماذا قالت؟ وصفت تظاهرات تشرين بماذا؟ وصفتها بأنها معركة إصلاح، هذا واحد. وصفت المتظاهرين بالأحبة، ووصفت قوات الأمن بالأعزة. هل يوجد أوضح من هذا الخطاب؟ أنت أمام معركة إصلاح، والمرجعية انطتك الضوء الأخضر يا شعب، قالت لك أنت أمام معركة إصلاح. نعم. والمتظاهرين أحبتنا، قوات الأمن أعزتنا، افتهموا الخطاب بعد، ما يحتاج. ايش تسوي يعني؟ ايش تسوي بعدهم حارين بموضوع الصوره والبطل والباكيت الكلينكس والفيديو ما بصوت؟ طيب بس يا دكتور يعني احنا بحاجه الى ثوره مليونيه، متى دنشوف الكاظمي الان دا يتقدم خطوات؟ طيب هل الخطوات الحاليه ملبيه لطموح الناس برايك؟ تعتقد بحاجه الى تحركات اقوى؟ يقول لك سيطرت لك على المنافذ، حملة اعتقالات غير مسبوقة ما سواها لا العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا المالكي. تعتقد اليوم شنو الأدوات اللي نوفرها للكاظمي حتى نقنع الجمهور؟ شنو الأدوات اللي نوفرها للكاظمي كشعب حتى نجري انتخابات مبكرة يا رجل؟ شو نسوي؟ هناك قاعدة سياسية يفهمها المتخصصون في العلوم السياسية، يعني اللي دارس علوم سياسية فهو المفروض اللي يحكم بلد أيضا شوي يطلع على ما موجود في العلوم السياسية. هناك قاعدة سياسية تقول حينما تكون هناك أطراف غير حكومية فاعلة أكتف، تتجه الأمور نحو الفوضى. طيب أنت لما تكون رئيس مجلس وزراء وتعرف هاي القاعدة السياسية وأكو عندك أطراف غير حكومية فاعلة على أرض الواقع، إذا الأمور تتجه نحو الفوضى كيف تسيطر على هذه الفوضى؟ شلون انت جازف تروح تدخل انتخابات وعندك فوضى على ارض الواقع؟ كيف؟ لا يمكن، ما ممكن يعني. فهؤلاء الطبقه السياسيه، انا ما اتكلم عن السيد مصطفى الكاظمي يعني هو مو سياسي منهم، لكن الطبقه السياسيه هؤلاء هم صناع فوضى وصناع ازمات، ولا يوجد فيهم صانع قرار سياسي حقيقي ابدا. يا عمر دغيرهم دكتور مظفر، لا تحترم الا الدكتور. اريد اغيرهم انا، ظاهرت خلاص بالانتخابات اغيرهم. انت تريد انقلاب دكتور مظفر؟ تريد ترجعنا للانقلابات؟ لا عليك مصطفى الكاظمي مو موضوع انقلابات. مصطفى الكاظمي اذا لا ينقلب على هذه القوى السياسيه الموجوده حاليا لن يفعل شيء. يعني هسه الناس دايخه والله شنو احنا عندنا منع سفر للواء جميل الشمالي. هو اولا ما ظهر منع السفر على الشاشه، ترى اللي ظهر على الشاشه قرار موافقه السفر مو منع السفر. زين اذا هو متهم بقتل متظاهرين ايهما اولى، اصدر قرار منع سفر أو إيقاف سفر أو أروح ألقي القبض عليه بطرق قانونية؟ هو هذا صحيح؟ هذا متهم بقتل متظاهرين أنت اللي تقول، فما ممكن يعني هذا مو قرار صحيح يقنع الشارع. الشارع يحتاج إلى قرارات سليمة حقيقية. مصطفى الكاظمي عنده قدرة حقيقية؟ حتى لو كانت له القدرة، هو قال أنا الشهيد الحي الرجل، ربما فعلا أنه يتم اغتياله. ربما أنا أتوقع ذلك، مصطفى الكاظمي ربما فعلا سيتم اغتياله يوما ما، ربما. دكتور مظفر ليش متشائم دكتور مظفر؟ ليش متشائم؟ ليش؟ هو أكو شيء واحد يتفاعل منه حتى واحد يتفاعل؟ أنت هذا أخذ عراقه كله، شنو بي؟ أخذ العراق كله، شنو العراق خلق اصلا للموت والقتل والدماء، شنو عندنا العراق؟ ما شنو اللي عندنا
بالعراق. من يقود العراق عليه أن يكون ملما بتاريخه والصعد السياسية والاجتماعية والنفسية والدينية. المشكلة ليش؟ لماذا أنا لست متفائلا؟ لأنه من كان جزءا من المشكلة لا يكون جزءا من الحل. هم جزء من المشكلة، ما ممكن أن يكونوا جزء من الحل. ما ممكن أن أتوقع من زمرة السنتوزيان، حتى يعني قناتكم يعني أكو بعض القنوات أصحابها ما يذكرون رأيهم بصورة صريحة. زين هسه قناتكم صاحب القناة السيد سعد الجنابي. سعد نعم سيد سعد الجنابي زين يعني على تويتر قال 17 عاما حكم فيها العراق ثلة من بائعي الذمم والعملاء. وفعلا يعني على الأقل شوية هو قال رأيه بصورة صريحة، يعني باقي أصحاب الفضائيات ربما ما يقرون آراءهم بصورة صحيحة أو صريحة أو يمررون أجنداتهم خلال برامجهم الخاصة بهم يعني. فهو هم جزء من المشكلة، كيف نتوقع أن يكونوا جزء من الحل؟ ما ممكن. طيب أرباحهم قالوا طيب. فاشلين. ممتاز دكتور مظفر، يعني تشوف اليوم الشعب عنده استعداد ذاتي لتغيير نفسه بنفسه؟ هذا السؤال طبعا كلش مهم دكتور. دا تشوف الشعب العراقي اليوم مهيئ انه يغير نفسه؟ لان تدري انت اليوم اي عراقي تلزمه يقول لك انا شعليه هي هيته حقيقه دكتور. هاي سمعناها من 2003 لليوم عدا بالثوره التشرين اللي صارت. هل تراهن على وعي الشارع؟ هل تراهن على ان هناك تغيير حقيقي او اراده انا كعراقي عندي اراده ان اتغير ام لا؟ هذا المشكلة، هذا الموضوع فيه جوانب اجتماعية وجوانب سياسية. يعني هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. العراق حالة خاصة. أنا تابعت حتى النظريات الاجتماعية والنفسية لعلماء وفلاسفة كبار يعني من الغربيين، ما انطبقت على العراق. يعني أنا أضرب لك مثل بسيط. إبراهام مازلو هذا عالم النفس، تتلمذ على يد العالم والطبيب النفساني ألفريد أدلر مؤسس مدرسة علم النفس الفرد. له نظرية اجتماعية سميت هرم مازلو أو تدرج الحاجات، يعني حدد فيها احتياجات الإنسان وخلاها في 5 مستويات: الفيسيولوجيكال نيدز، الحاجات الفسيولوجية، الحاجات الأمنية، الأمان سيفتي نيدز، وهكذا الآن تدرج إلى تحقيق الذات. طيب self actualization. احنا بالعراق هرم مازلو اللي من القاعده انقلب، العراقيين طلعوا وقالوا احنا نريد وطن، رادوا تحقيق الذات اولا، مو مثل هاي نظريه مازلو انطبقت على مئات الشعوب الا في الشعب العراقي قلب حتى نظريه مازلو. احنا نريد نبدي من راس الهرم، ما نبدي من قاعده الهرم، الاحتياجات الفسيولوجيه اللي هو الاكل والطعام والشراب. السيد عادل عبد المهدي قال لهم اعطيكم 120 دولار، قالوا له شو نسوي بها 120 دولار؟ خليها على حالك انت 120 دولار، شو نسوي بها احنا؟ احنا نريد وطن، ما نريد ال 120 دولار مالتك هذه. وانت عندك نثريه بالسنه، كنت نائب رئيس جمهوريه، نثريتك انت مليون بالشهر، مليون دولار بالشهر. على اي حال، فهذا الشعب حتى نظريات الغرب لا تنطبق عليه. لكن المشكله مثل ما قلت انا، الصدمه يخشى الصدمه الانتقاليه والصدمه المعاكسه اللي هي فيها تبعات اخرى كما تسمى سايكوزوماتيك اند عن سيكولوجيكال كونسيكونسز، نعم تبعات نفسيه لهذه الصدمه، فيخشى التغيير. لكن اكو نخبه تريد تغير، نعم انا اقول لك اكو هناك نخبه تريد ان تغير، لكن هل الملايين معها؟ لا مو معها مع الاسف. يعني ليش ما جاي تعول على الشارع؟ الشارع تعتقد يريد ضرب الفاسدين دكتور مظفر؟ نطالب لا بعد ما مهيئ. لا 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 شلون لا دقيقه شلون ما مهيئ دكتور؟ شلون ما مهيئ؟ انا اضرب لك مثل. غالبية الفاسدين اللي طالب بهم الشعب العراقي هم رؤساء كتل انتخابية، زين رؤساء كتل سياسية، كيانات المشاركين في البرلمان. بخلي هسه يطلع قرار من مصطفى الكاظمي يقول احنا اعتقلنا رئيس الكتلة الفلانية، ايش راح يصير بالشارع؟ ويطلعون اتباعه بالشارع يقلبون الدنيا. من راح يخليه؟ من راح يخليه؟ فهنا هذه مشكلة. فهو بدأ يعني هو ما راح أخذ التجربة السنغافورية عندما حاربت سنغافورة الفساد، حاربت من الأعلى إلى الأسفل، لا قال لك أنا خلبدي شوي بهذولا حتى أهيئ نفسياً الشارع أنه تراني ماشي. لكن هاي الإجراءات برأيي بعدها بطيئة، لا إرادة شوية أسرع، أصعد بعد الشارع يريد. يعني هاي الطبقة هسه الخط الأول اللي أخذته، الخط الثاني هذا سهل، أصعد بعد شوية، ارتقي بعد شوية للفاسدين إلى أن
حتى تهدد فعلا الرؤوس الكبيرة. تسألني الشارع مهيئ؟ مو كله مهيئ. كل من يتبع الكيان السياسي سين، هذا الشخص اللي راح صوت لهذا الكيان السياسي غير جاهز لأن يرى على الشاشة أن رئيس الكيان هذا مات اللي هو انتخبه الآن هو خلف القضبان. هذا راح يطلع لك يقول لك أنا عندي أتباع بالملايين تقدر تأخذني أنت. بس أنا ربما مؤمن بحزبه، هاي دكتاتورية دكتور، عفوا يعني أنا اسمح لي أخذ راحتي وياك دكتور مظفر. يعني أنا أؤمن بخط سين، بخط صاد، بخط ديني، بخط علماني، بخط ليبرالي مثلا، يعني أؤمن به مثلا. يعني ليش ده تقول لي الآن هو ما يسمح الشعب؟ لا أنا وطبعا هذا راح يكون خط. لا 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 أنا كلامي واضح، كلامي واضح. أنا لا أقصد بالانتماء السياسي، أنا أقصد فيما لو كان رئيس الكيان السياسي متهما بالفساد وعليه قضايا فساد ويجب أن يحاكم. أنا هذا اللي أتكلم عنه. هل أتباع هذا الكيان السياسي جاهزون لأن يتقبلوا هذا الخبر؟ أنا أقول لا، غير جاهزين، راح يطلعون تظاهرات بالشارع. إيش قد يراد للكاظمي حتى يحاكم الفاسدين دكتور مظفر؟ إيش قد المدة الحقيقية من 2003 لليوم؟ هاي الحكومة هسه هو قال أنا واجبي هي انتخابات، ما عندي غير واجبات. زين. يعني هسه بيسوي هو مثل ما نقول إحنا يعني أفضل من ماكو يعني. لكن برأيي إذا إحنا بدنا نحارب فاسدين مو أقل من سنتين إلى ثلاث سنين حتى إحنا نحارب فعلا الفساد. طيب جيد. في ظل وجود هاي التحركات نسمع قصف مطار، قصف منطقة خضراء غيرها، من هي الجهات التي تريد إحراج مصطفى الكاظمي أو الحكومة العراقية في ظل وجود قوات أمريكية أجنبية؟ وتدري أنت القصف ده يستهدف أماكن حيوية قد تكون أجنبية وقد تكون عراقية دكتور مظفر، كيف للكاظمي أن يتجاوز هذه المطبات ومن هي الجهة المستفيدة؟ أنا لي منظار آخر لموضوع صواريخ كاتيوشا والآن تطورت إلى استهداف معهد ثقافي في النجف أيضا. أنا بدت أخشى أن هذه الصواريخ ليس شرطا أن تطلق من فصائل مسلحة داخل العراق. ربما في يوم من الأيام نسمع أنه بعض الصواريخ سقطت في أماكن حساسة وربما في النجف. والله هاي صواريخ احنا ما نقدر عليها يعني. متشائم دكتور مظفر اليوم اراءك شويه بها خطوره. لا لانه اسال سؤال، نسال سؤال بسيط الان. لحد الان الحكومه ما ظهرت وقالت احنا هاي صواريخ الكاتوشا كيف تدخل الى العراق؟ شلون تدخل؟ مو المنافذ يقول بيدنا؟ اذا مين تدخل بالمنافذ اللي مو بيدك؟ يعني من كردستان تدخل مثلا؟ ميلها هاي صارها كم سنه صواريخ الكاتوشا ما خلصت؟ هذه ناحيه. هل تصنع داخل العراق هاي الصواريخ؟ اذا تصنع استخباراتك وين انت؟ ما تقدر تكتشف مصانعها؟ هذا اسئله مهمه. زين صواريخ الكاتوشا هاي ما تخلص، كم صاروخ عندك يعني؟ من يسخر هذه الصواريخ ولمصلحه من؟ مو الموضوع احراج مصطفى الكاظمي. انا بدت اشك في كل شيء الان، يعني هناك باشر عقبه تسمع خبر وقع صواريخ كاتوشا على المرجعيه الدينيه. طيب كلامك الأخير للشعب دكتور في ظل وجود انتخابات مبكرة وفي ظل وجود التظاهرات وفي ظل وجود تحديات للحكومة الحالية، كلامك عندنا 3 دقائق دكتور. العراق يعيش أزمة قادة وقيادة. ونحن بحاجة إلى مشروع بناء الإنسان. إذا ما نبني الإنسان إحنا ما نفكر هذا وطننا في خطر، إذن لا نستطيع أن نغير هذا الحال. أتمنى من الشعب العراقي أن يوحد كفاءاته، أن يوحد جهوده أيضا من أجل هذا العراق اللي بيصير بالعراق مأساة. هذا حرام يعني 17 سنة إحنا خلصناها من عمرنا والعمر هو شباقي لي يعني. يعني أحد الشعراء يقول عاركت الوقت وخسرت عركة موت، ولا واحد وقف له وطلع سلاحه، نحصد بالهموم وناكل المحصول، خلص بينا العمر بستعبل فلاحة. والله يا عمي خلص بينا العمر بستعبل فلاحة يعني، ونحصل همومنا وناكلها. محمد رحيم الطائي قبل 20 سنة. فيعني ما ممكن احنا نبقى على هذا الحال. خلينا نوحد جهودنا نشوف وين المثقفين المفكرين طيب الوطنيين،
حتى على الجهات الأخرى أصحاب الأموال العراقيين الحقيقيين اكتساب هكذا خبرات وتدخلون في انتخابات حقيقية حتى ممكن نزيح ولو 50% من الطبقة الفاسدة الحالية. طيب شكرا جزيلا دكتور مظفر، إذا عندك كلام للبرنامج حقيقة يعني نعتذر جدا، تدري أنت التشويش ربما أو الأنترنت غدر بينا اليوم. شكرا جزيلا دكتور. تحب تضيف شيء دكتور مظفر؟ أنا أشكرك لك يعني شكر خاص لك أخي العزيز صالح أحمد الطيب، أتمنى شكرا. لك التوفيق في هذا البرنامج. شكرا. وأتمنى لك التوفيق على هذه الشاشة. شكرا. وأتمنى أيضا أن يلتفت الجمهور كبير إلى ما تطرحه أنت أيضا في هذا البرنامج إن شاء الله. هذا أول ظهور لي خلال 17 عام لين أظهر على قضايات يعني عربية وعراقية، لكن ظهرت خاطرك أنت يعني. شكرا جزيلا دكتور الله يحفظك. شكرا جزيلا وأتمنى للقناة كل التوفيق إن شاء الله، ولك أيضا كل التوفيق. شكرا. تحياتي للكادر أيضا خلف الكاميرا. شكرا جزيلا دكتور مظفر قاسم أستاذ العلوم السياسية. ذكرت أنه من نقول إعلامي دكتور؟ لا 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 مو إعلامي. لا 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 لست إعلامي. ليش؟ بس إعلامي أنت مو قلت ثلاث دقائق خلصت ثلاث دقائق. شكرا جزيلا دكتور مظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.